اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من هيب هوب ستايل. الحلقه دي راح نتكلم عن الراب الاردني، اخيرا الراب الاردني، فابدا الحلقه. وقبل ما نبدا الحلقه، لايك سبسكرايب اذا شايف ان المحتوى سهل النشر، واذا ما انت شايف انه محتوى سهل النشر برضو سوي لايك سبسكرايب، ما بيضر شيء، انت تاكل في البيت طفشان. ياس. الراب الاردني، في بعض الاسماء انا بقول صراحه اسمع لها، وفي بعض الاسماء كنت اسمع لها سابقا ما بسمع لها حاليا، لكن انصدمت انه جمهور الراب في الاردن قاعد يكبر وقاعد يسمع راب اكثر، والراب هناك قاعدين يتطوروا، فهذا شيء مره ايجابي بكل صراحه للساحه الاردنيه. واستغربت انه الساحة الأردنية كثير من الجمهور قاعدين يكلموني في الخاص انه نسوي حلقة الأردن، نسوي حلقة الأردن، فكنت متحمس الصراحة اني اسوي هذه الحلقة. الحلقة هذه راح نتكلم عن ايجابيتين في الساحة الأردنية وسلبيتين في الساحة الأردنية، وراح نتكلم عن 10 اسماء من افضل الاسماء في الساحة الأردنية. رقم 10 معانا في هذه الحلقة كاز. بفتح الجروح مدام الحكي مسموح، بصبح بمسي قاعد على كرسي، تعرفش نفسي عالم مثالي اخر همي لبسي. كاز من الرابز اللي يخليك تركز على المضمون او على الموضوع اللي في التراك اكثر من انه انت تبدا تنبسط وتبدا تهز راسك على التراكات، فهذا الشيء ما يخليه ينتشر انتشار كبير حتى في الاردن. عنده بعض التراكات مره قويه، لكن تنبيه بسيط مني شخصيا، اشوف انه اغلب تراكاته دائما بتشبه بعض، فهذا الشيء ما يعطيك شغف انه انت تسمع كل التراكات اللي عنده في القناه او اللي ينزلها. رقم 9 دوديكس. لسه بتضايق على كل شيء، بس لسه كل شيء ثقيل العرس ومش راضي علي يتضايق لسه. هو برضو من الرابز اللي يركزوا على المضمون وعلى المواضيع، لكن عنده ميزه حلوه انه دائما الليريك عنده كده ليريك مختلف، يعني تلاقي كلماته كده مختلفه عن باقي الرابز في الاردن، فهذا الشيء يعني يعطيه كده فهذا الشيء قاعد يميزه. يعني من التراكات اللي انا كنت محملها اصلا في جوالي اللي هي اول ما صحيت ولسه. لما اكبر حكره ذكرياتنا واحنا صغار، كيف كنت غريب في حارتي او كيف انضربت وانا بعيد بس 200 متر عن باب. رقم 8 المحنك. المحنك هو رابر في الاردن عنده ليركس مره تقيل، واحلى شيء سواه لما نتعاون مع الرابرز هنا في السعوديه مع رايت برين، اعماله الصراحه لقت انتشار مره كبير، وكثير من الجمهور هنا في السعوديه حبوه، وانا من ذاك الوقت بكل صراحه عرفته. لا تدقق بكلماتي لا يصيبك كابوس، بتضل محبوس في داخله لو في جسمك ينحط ناقوس، ضاعفين الفكر حتى عقوله. فبدأت اتابعه الصراحه، كنت اتمنى انه يبدا ينزل اعمال قويه زي المستويات اللي نزلها هنا لما كان في السعوديه، لكن للاسف يعني بينزل اعمال بكل صراحه ما بتلمسني انا شخصيا، لكن هو رابر كليركس مره قوي. اتمنى ان المحنك يعني يسوي تعاونات برضه مع رابرز هنا في السعوديه، لانه التناغم بينهم كان مره كويس. يغطي عقولكم لو كنتوا مبابيل، نازل بسلوككم بنهيكم كنيدادات ماسك كنجيل، اخلف ليركس مختل. فخلينا ناخذ بريك كده بسيط ونتكلم عن ايجابيات الساحه الاردنيه. الشيء اللي يعجبك في الساحه الاردنيه انه دائما عندهم موضوع، يعني تلاقي اغلب الرابرز عندهم موضوع، ما هم تراش، لانه هم اصلا محلهم كده تلاقيهم جنب فلسطين وجنب الخليج، فتلاقي دائما عندهم ثقافة مزدوجة بين الشام وبين الخليج، لأنه هم تلاقي عندهم فكر خليجي في نفس الوقت فكر شامي، وهذا الشيء صراحة قاعد يوضح حتى في تراكاتهم حتى المصطلحات اللي استخدموها. لكن من سلبيات راب الأردن إنه راب الأردن مو لاقي انتشار مرة كبير، يعني نادرا بتلاقي ناس بيسمعوا لراب الأردن من خارج الأردن، أغلب الناس اللي بيسمعوا لراب الأردن هم ناس من الأردن، وبرضه في ناس كتير في الأردن ما بيسمعوا راب حتى، أو حتى لو بيسمعوا راب بيسمعوا راب خارج الأردن. فأنا أتمنى من الرابرز في الأردن يبدأ يسووا تعاونات مع بعض بشكل مرة مكثف عشان يقدروا يوصلوا الراب في الأردن، لأنه الراب في الأردن لين دحين لساه وكده مرة محصور ومنغلق. رقم 7 الفعروني. كلها بتصارع هون في هاي الحلبة، بكون هوجن عنا أبو الرب هون، لا تيجي تحكي لي لوجن بول زي صلاح بجيب الجول. أنت بكل صراحة أنا أشكرك إنك أنقذت التراك حق أبو الرب، لأنه تراك أبو الرب كده كان نازل فجأة كده جاء هو وطلعه مرة ثانية، مو سوءا في أبو الرب، لكن فرق المستويات كان مرة واضح حتى في التراك. فأنتوا إيش رأيكم؟ هل تحبوا التراكات اللي بين الرابرز وبين اليوتيوبرز؟ أبغى أحط لكم تصويت، أباكم تصوتوا. أنت مشروب بس بأصوات تخطيط، يا غرقان وبحاول اهرب من البلل، بحب الروتين بس بحاول اهرب من الملل، مترب اكل. انا عجبني الفيرس حقه اللي مع ابو الرب، وعجبني التراك اللي سواه مع سنابتك الصراحه، ذاك التراك انا محمل عندي في الجوال. هو رابر يعجبك انه عنده فلوات وعنده ليريك كده تشبيهات غريبه،
فأنا أحب التشبيهات الغريبة فلايك. رقم 6 ديجن. ما يجورش زمن ما يدورش عمل وفيوز تتفنن، كيف تقولهم انك رقم واحد لانه كل حدا حر بسكاتو خسيت اسكت يا اهبل. ديجن انا اعرفه معرفة شخصية من الرابز اللي مرة قديمين في الساحة الاردنية، كان يغني اولد سكول وكان مرة ماهر وتميز حتى في الفاست فلو، وبرضه حاليا قاعد يغني نيو سكول، واخر التراك بكل صراحة تراك مرة كويس اللي هو ديس. فخلينا نتكلم عن الديسات في الراب الاردني. في ديسات مرة كثيرة في الراب الاردني، وانا اشوف انه اسبابها بكل صراحة اسباب، يعني ما هي اسباب ديك الأسباب اللي تخليك تسوي ديس، يعني ما هي أسباب كبيرة. هذا الشيء الصراحة ممكن هو اللي قلل انتشار الراب في الأردن، لأنه الغريب أنت دائما بتلاقي رابس كويسين قاعدين يسووا ديسات بين بعض، فالمفروض هم إنه يسووا تعاون مع بعض، يبدأوا يتبادلوا الجمهور، يبدأوا يسووا تعاون، يعني يبدأوا يرفعوا مستوى عشان الناس تقدر تسمع والراب الأردني يقدر يتنشر برا. لكن في ديسات مرة كثيرة بالرابس، والمشكلة إنه الجمهور مرة حاب الموضوع. هذا الشيء اللي أنا مستغرب منه، يعني دائما يجون الناس في الانستغرام يقولوا لي أوف أسمع لي فلان فلان ترى أقوى واحد في الديسات دس الكل. طب هاي شيء مو تفتخر به، يعني فاهم إنه واحد دس مرة دس الكل وقاعد يدس كل الناس، يعني إنه مرة معلي. لأنه أنا شخصيا بكون صراحة أشوف إنه الديسات شيء مرة بسيط إنك تكتبه وإنك تسجله، وإذا تبي تصور تقدر تصور، لأنه الديسات شيء يعني بس أنت نزل كم كلمة أرميها كم بنش لاين انتهى التراك، يعني ما تحس إنه فيه له بعد فكري، ما تحس إنه أصلاً فيه له بلاغة كتابية حتى. رقم 5 سلامة. كرهت شكلك صوتك حسك لمسك، كرهت كل شي كانوا لسه بخصك، كرهت اسمك كرهت لمسة جسمي لجسمك. سلامة من أشهر الرابط تقريباً عندك في الأردن، الجمهور دائماً يرسل لي عمل سلامة. سلامة أول ما ينزل عمل بيرسلوا له في الانستغرام في الخاص في تويتر في أي محل. أحس إنه سلامة عنده قاعدة جماهيرية كويسة بالنسبة لراب الأردن، فأنا أتمنى الصراحة من سلامة، يعني هو كويس كراب بس أتمنى يبدأ يسوي تعاونات أكبر مع رابز خارج الأردن ورابز في الأردن عشان يبدأ يدخل جمهور جديد على الساحة الأردنية، وبرضه في الساحة الأردنية يبدأ انشر الراب بشكل مره كبير لما نسوي تعاونات مع رابز ناس في الاندر جراوند. حكامي بغره هسمي بنتي اسرائيل لو بيوم فلسطين بوجودكم صارت حره. حلمك سلامه رابر كويس، لكن انا عندي تنبيه مره كبير على سلامه. سلامه بكل صراحه الهندسه الصوتيه عنده ما هي كويسه، يعني ما هي الليفل الجليل اللي عايشه فيه العالم، فبتلاقي الهندسه عنده هندسه بدائيه كهندسه صوتيه، او حتى المؤثرات الصوتيه انه ما بيحط مؤثرات صوتيه، ما تحس انه كده من حقون الجيل الجديد، فاهم اللي بده يضيف لك كده مؤثرات ويضيف لك انتقالات على الميوزك. زيك بس مالكش بلوني سوبر هيرو مرات ممكن تشوفني بس اصلي كرتوني. فالشيء اللي يعجبني في الراوي انه هو بيحاول يصنع موجة جديدة، بيحاول يصنع اسلوب جديد خاص بي، وهذا الشيء في البداية دائما راح يكون صعب، فالانتشار راح يكون قليل، لكن مع الايام راح يبدا يتطور هو في الاسلوب، وراح يبدا يخلي قاعده جماهيريه لهذا الاسلوب، وممكن راح يصنع موجه جديده يخلي الرابس كثير يبداوا يحاولوا يقلدوه او يحاولوا يتعلموا منه هذا الاسلوب. اسمك شو كان وانك كمل فرجيني حالك بالصحراء كيف هتنام، لا تذكرني كيف هتنام، عندي كوم افكار بالسنام بالسنام. رقم 3 اليام. برقي قلمي قبل ما برقي ينزل ابنكو كان خربان قبل ما يشتغل اتمنى عملاق ساعة ايدي البيج بن. بعض الناس رح يقولوا لك هذا فلسطيني، وبعض الناس رح يقولوا لك هذا اردني، وممكن بعض الناس يجي يقولوا لك اسمع هذا يمثل راب قطر. فهو عايش في الاردن بيمثل الساحة الاردنية اكثر من الساحة الفلسطينية، فدائما الجمهور الاردني بيمثله انه هو بيمثل الساحة الاردنية، مع انه حتى الجمهور حق فلسطين بيقول لك انه اليام فلسطيني، بس ترى فلسطين والأردن واحد. يعني من منظوري الشخصي أشوف إنه اليام من أفضل الرابز اللي يكتبوا ورد بلاي ويتلاعبوا بالكلمات، وهذا الشيء الصراحة اللي خلاني أسمع له، وهذا الشيء اللي ميزه في الساحة العربية، يعني أعطاه اسم وبدأ يطلع حبة حبة، وحاليا عنده صدى مرة كويس حتى في الخليج، لأنه هو مرة يتلاعب بالكلمات بشكل مرة سريع وشكل مرة بسيط. أنا ولد من الشتات وحلمه يموت فيها، ولو الله مرات حيضل بموت فيها وحينزل على مكان في رب، وقاعد يتطور مرة بسرعة، صار حتى يتلاعب في المواضيع، يعني تلاقي إنه موضوع التراك شيء وهو بيلقي لك شيء من منظور ثاني. فالصراحة اليام رابر مرة فنان وله مستقبل مرة كبير راح يكون في الراب العربي إذا استمر وشد نفسه في الأشياء المرئية، لأنه الإنتاج المرئي عنده لساعه ضعيف. رقم 2 مسلم هديب.
انا بيلي البرازيلي ما تزعل على الشجر اللي انحرق كل زيني هذا الباب الراكب هو من الرابط القلائل اللي في الاردن اللي يحاول يطربك نفس الوقت يحاول يعطيك موضوع كويس نفس الوقت يحاول ينفرد في الليركس حقه فاذا انت جمعت هذه الاشياء الثلاثه اكيد راح تكون رابر اسطوري لانه انت كده بتحاول انك تطلع ليركس قوي وفي نفس الوقت تخلي الناس تستمتع بالميوزك اللي قاعد تقدمها فيعتبر هو من الرابرز الملهمين في الساحه الاردنيه وعلى الموجه اللي قاعد يصنعها رقم واحد سنابتكس ميتو في سير كثير على الطريق بطير لازم ازميتو فاضي القلق من الريتالين سنابتك برضه هو نفس موضوع اليام لانه هو متنقل بين فلسطين والاردن صح انه عنده حفلات كثيره بالاردن عنده تعاونات كثيره مع رابرز في الاردن فجمهور الاردن يقول سنابتك معانا وجمهور فلسطين بيقول سنابتك معانا وبعد تفكير طويل قلت ليش ما نخلي سنابتك في حلقة الأردن وفي حلقة فلسطين لأنه هو قاعد يسوي تأثير في الراب الأردن وراب فلسطين نعم في حلقة فلسطين إن شاء الله رح ننزلها بعد أسبوعين بس سنابتك عمل شو مرة كبير في الراب في الشام بصفة عامة دائما برتبك بسخطة لي دائما بصنخر اتمنى سبتوحكم عن منظري اسمعي الشركة مصدر فجمهور سنابتك هو جمهور مزدوج بتلاقيهم بيحبوا المعاني اللي ارميها في اللينات وفي نفس الوقت يحبوا الجو اللي قاعد يسويه في الاوتوتيون والمقامات والغناء اللي قاعد يسويه وعشان ننصف سنابتك سنابتك فنان ميوزك اكثر من انه رابر فقط وهذه الحلقه كانت عن الساحه الاردنيه اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين الرابرز اللي بتشوفوهم راح يتصدروا الترند في الساحه الاردنيه واكتبوا لي اذا انتم من الدول العربيه هل انتم عمركم سمعتوا راب من الاردن او لا حلقة خفيفة لطيفة لايك سبسكرايب انشروا عند اصحابك شايف ان المحتوى سهل النشر peace out